عقد مجلس الشورى جلساته الاعتيادية صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، خصص جلسته للاحتفاء بالذكرى 15 لميثاق العمل الوطني الذي يعتبر حجر الأساس لمشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي. انطلاقا من قناعة أن ميثاق العمل الوطني لا تنبع أهميته فقط من كونه أسس لدولة عصرية حديثة تضاهي الديمقراطيات العالمية، ولكنه وثيقة وطنية نبعت من قلب المجتمع وكتبت بيد أبنائه، خصص مجلس الشورى جلسته الاعتيادية للاحتفاء بالذكرى 15 لميثاق العمل الوطني. بمناسبة الذكرى 15 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، معربين عن بالغ اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية التي تذكرنا دائما بالتوافق على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها، وهو اليوم الذي التقت فيه إرادة الشعب مع القيادة على كلمة نعم للميثاق. يحق لنا في مملكة البحرين أن نفخر بهذا الميثاق، فهو إجماع وطني وإنجاز وطني غير مسبوق، جاء بإقرار شعبي أيضا غير مسبوق بنسبة 98.4%. دشنا عهد جديد من الإنجازات الديمقراطية والحقوقية والتنموية في شتى المجالات، وأسس قواعد دولة القانون والمؤسسات في إطار الملكية الدستورية. مجلس الشورى أشاد اليوم بقدرة جلالة الملك المفدى بما تأسس لديه من قيادة وحكمة وقدرة متواصلة على العمل أن يرعى مسيرة تأسيس سلطة تشريعية قادرة على سن القوانين والتشريعات والانفتاح على جميع برلمانات العالم في الدول الشقيقة والصديقة. فمما لا شك فيه أن هذا اليوم عزيز على نفوسنا جميعا، ونحن نعمل جاهدين ومخلصين على إنجاح هذا المشروع من خلال التشريعات التي نتخذها في مجلسي الشورى والنواب. إن احنا اليوم نتحمل المسؤولية كسلطات رئيسية في البلد، وهي السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، في مدى العمل على تحقيق المستوى والرضا العام للمواطن بما نقدمه من خدمات تتعلق في اختصاصاتنا ومهامنا، بما يدعم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حصن هذا الميثاق من أي زلازل قد تحدث له، وهو بالفعل قد صمد لمدة 15 عاما، وسوف يصمد بإذن الله تعالى في الأيام في السنوات القادمة. هذا اليوم يوم كبير بالنسبة لكل بحريني، يوم يسجل ولادة الديمقراطية البحرينية، وأيضا ولادة مؤسسات كثيرة، النقابات، المجالس البلدية، إلى المجالس الانتخاب، مجلس البرلماني إلى آخره، يوم انفتاح عالمي وحضاري للبحرين. الشوريون أشاروا أيضا إلى أهمية التعاون مع المجلس المنتخب وهو مجلس النواب الذي يسير في الاتجاه التكاملي، مما يحقق التوازن التشريعي المنشود والذي نص عليه الدستور وأكد عليه ميثاق العمل الوطني. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.